بعام 2016 تمت إعادة تذهيب القبة العلوية بعد 45 سنة من إهمال النظام البعثي وسرقتهم لتاج القبة وحزامها اللي كان يضم أحاديث عن فضائل الإمام مكتوبة بماء الذهب. وكانت بعض المواقع جاهزة للتعامل مع موضوع إعادة التذهيب، وبدت تنزل أخبار مثل حملة ضد طلاء مرقد شيعي بالذهب رغم أزمة العراق المالية، وبعض النشطاء كتبوا على مدوناتهم أن الإمام علي لو بعث اليوم لأنفق هذه الأموال على بناء مدارس ومستشفيات بدلاً من مدارس الطين المنتشرة في عموم العراق والخرائب اللي تسمى مستشفيات. الكلام يبدو منطقي، صدق، ليش نصرف ذهب وعدنا فقراء؟ لكن خلونا نشوف الموضوع من بقية الزوايا ونراجع تاريخ التذهيب اللي هواي من عدنا ما يعرفه، بس حتى نفتهم شنو الوضع، لأن العتبات مستمرة بالتعمير والصفحات المؤدلجة مستمرة بالهجوم، وعباد الله اللي ما عدها معلومات محتارة بالنص، يروح للعتبات يشوف جمالها وترتيبها يفرح وتنفتح نفسه، يرجع للإعلام يشوفه يلعب على وتر الفقراء والمساكين يضوج وتنسد نفسه، وباقي كالسعفة في مهب الريح. لذلك واجبنا تزويدك بالمعلومات فقط حتى تكون على بينة من أمرك، أما تتغير قناعتك أو لا فهذا مو واجبنا. خلونا بداية نتفق، يوم اللي اتبعنا أهل البيت ما كانت تفرق عندنا مراقتهم ذهب لو جذوع نخل لو كومة تراب، يبقون أئمتنا العظماء بمنهجهم، لا الذهب يرفع مكانة الإمام الرضا ولا التراب ينقص مكانة أئمة البقيع. وراح تسأل إذا كان الذهب ما يفرق عندنا من وين إجل المراقد؟ إذا كملت ويانا ومعرفتنا عن النص راح تلقى الجواب في قصة الذهب. الفصل الأول، بناء ما قبل الذهب. ثاني يوم بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام قبل 1384 سنة، السيدة زينب وهي طالعة من كربلاء قالت وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. بعد 5 سنوات بدأ الوعد يتحقق، والمختار الثقفي شيد أول قبة في الإسلام لقبر الحسين عام 66 هجري. للعلم إذا تبحث بجوجل عن أول قبة في الإسلام راح ينطيك نتائج تقول قبة الصخرة اللي بناها عبد الملك بن مروان عام 72 هجرية، وهذا غير صحيح. المهم استمر التحدي، تنبني القبة ويجي أبو جعفر المنصور يهدمها، تنبني غيرها ويجي هارون يهدمها، وتنبني بعد ويجي المتوكل يهدمها، والمفروض الباني يتعب أكثر من الهادم، بس بالنهاية استسلمت الحكومة العباسية للأمر الواقع وانتهى زمن المحاولات الفاشلة لإخفاء قبر الحسين وانتصر وعد العقيلة. بزمن الدولة البويهية قام الوزير عضد الدولة البويهي ببناء ضخم للمراقد المقدسة قبل 1068 سنة، وشيد القبة البيضاء لمرقد الإمام علي، وقام يومها الشاعر المعروف الحسين بن الحجاج النيلي وقرأ يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. وبعصر الدولة الجلائرية قام السلطان أويس بن حسن الجلائري وأولاده سنة 767 هجرية ببناء مرقد الإمام الحسين بالشكل الموجود اليوم، يعني هاي الجدران الشامخة اللي تشوفها عمرها 681 سنة. انتبهت للمعلومة لو لا؟ طابوقات هذا الصحن اللي أمامك عمرها 681 سنة ولا تزداد إلا ترميماً وعلواً وارتفاعاً. بزمن الدولة الصفوية قام الشاه عباس الصفوي بتشييد المرقد العلوي اللي تشوفه الآن، وعمره الحالي 408 سنوات. لحد هنا القباب كانت من الجص أو القاشان الأزرق. الفصل الثاني، عصر الذهب. كانت بداية الذهب مع الدولة الأفشارية اللي حكمت إيران بعد الدولة الصفوية، وأول من ذهب القبة العلوية هو نادر شاه الأفشاري قبل 280 سنة، ونصب التاج الذهبي المعروف بتصميم البديع. وكانت رمزية التذهيب بأن الإمام علي قضى حياته زاهد بالذهب والفضة، وكان يقول يا بيضاء ويا صفراء غري غيري، فجاءت الصفراء والبيضاء لتركع عند قبر علي، وصارت القبة تلمع تحت الشمس ولمعتها تنشاف من 30 كيلومتر، لأن المرقد على ربوة مرتفعة وماكو بناء يصعد فوق مستوى الصحن ويحجب الرؤية.
وإجا الشاعر السيد محمد المعروف المتخلص وشاف اللمعة وصاح: الله أكبر، لاح قرص الشمس في أرض الغري، هي قطب دائرة الوجود وشمس كل الأدهر، فلذا دعا تأريخها الشمس قبة حيدري. وهاي العبارة إذا تجمعها بحساب الحروف الأبجدية يطلع لك الناتج 1155، وهي نفسها سنة تذهيب القبة. فإذا تريد تحفظ التاريخ الهجري للتذهيب الأول للقبة العلوية، احفظ عبارة الشمس قبة حيدري. وإذا ما تعرف حساب الأبجدية خلص انسى الموضوع. بعد القبة العلوية بخمسين سنة ذهبت القبة الحسينية للمرة الأولى على يد مؤسس الدولة القاجارية محمد خان، وكان الاهتمام بتذهيب المراقد واضح بعهد القاجاريين. أما مملكة أودا في شمال الهند اللي أسسها الشيعة وكانت عاصمتها لكنو، فجاء ملكها الرابع عاصف الدولة بهادر لزيارة كربلاء واشترى البيوت المحيطة بالحرم لغرض التوسيع وإنشاء سور لحمايتها من هجمات الوهابية اللي كانت تستهدف العراق بين فترة وأخرى، وهو نفسه اللي راد يوصل المي من المسيب للنجف وشق النهر المار بطويرج، ولهذا يسمونها الهندية. أما الأميرة تاج درباهو فهي زوجة الملك التاسع لمملكة أودة محمد علي شاه، زارت كربلاء وتبرعت لتذهيب الطارمة الأمامية لمرقد العباس عليه السلام، وخلت محطات لتوزيع ماء السبيل للزوار، وكانت عاشقة للإمام الحسين عليه السلام. فقعدت 10 سنوات تخيط بإيدها بردة مرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة وخيوط الذهب، وبالنهاية خلتها على الصندوق الخشب لقبر الإمام الحسين وتوفت واندفنت بالصحن الحسيني. وهكذا كانت الملوك والدول المتعاقبة رغم خلافاتها واقتتالها فيما بينها تتفق على احترام وتعمير المراقد المقدسة، وكانوا إذا يريدون يذهبون أحد المراقد يطلع منادي الملك ويصيح بالسكك والشوارع لمن يرغب بالتبرع لتعمير المراقد المقدسة، والناس بمختلف الأعراق واللغات تجمع الأموال على حب أهل البيت. بعد انتهاء زمن الملوك وتأسيس الدول الحديثة استمرت الناس بتبرعاتها، بس الفرق صارت الأموال تجي بشكل مباشر للمرقد مو عن طريق الملوك، وهذا التعامل المباشر اتخذ شكلين: أولاً تبرعات عامة الناس على شكل نذور وهدايا توضع بالشباك الطاهر، وهذا المنظر الوحدة من تصف الليل يحرك مشاعرك ويخليك تتذكر وعد زينب العقيلة، شلون يجي العامل البسيط ومن عرق جبينه وحياة أولاده يشيل له 1000 دينار ويقدمها هدية للإمام، أو تجي بنت شابة وترمي قطعة من ذهبها عسى أن تذوب وتصير جزء من الضريح. ثانياً تبرعات التجار والشخصيات الكبيرة بمبالغ ضخمة لإنجاز المشاريع، فمثلاً التاجر عبد الجبار التبريزي ذهب الجزء الفوقي من مآذن حرم العباس، والتاجر أمين السلطان نصب الساعة الموجودة اليوم في صحن العباس وعمرها 131 سنة. سنة 1942 قام سلطان البهرة الهنود سيف الدين بإهداء شباك ذهبي لمرقد أمير المؤمنين، وهو الموجود لحد الآن من 82 سنة. سنة 1963 زار عبد الكريم قاسم كربلاء وتبرع بمبلغ 1000 دينار، وسنة 1971 الحاج محمد رشاد مرزا الأسدي سمع أكونية لإعادة طلاء القبة العلوية لأن لونها بدأ يتغير، أخذت الحمية وراح لمرجع الطائفة السيد محسن الحكيم وقال له: أنا أتبرع بتذهيب القبة. للعلم هستوى متبرع لبناء مرقد مسلم بن عقيل عليه السلام، والسيد الحكيم قال له: ما نريد نحرجك وانت توك متبرع لبناء مرقد مسلم بن عقيل. قال: لا سيدنا، حبا وكرامة، وراح اشترى الذهب المطلوب من مصرف الرافدين ب200,000 دينار عراقي. سنة 1974 استولى حزب البعث على أموال المراقد المقدسة وتقلصت التبرعات وبقى وضع العتبات كما هو بدون أي تطوير إلى سنة 1991 وكارثة القصف الوحشي لكربلاء المقدسة وتدمير أجزاء من الصحن الشريف على يد القوة المدرعة للحرس الجمهوري. بعد سقوط النظام بسنتين صدر عام 2005 قانون العتبات المقدسة وعينت المرجعية الشيعية متولين شرعيين للعتبات، ورجعت الناس من كل العالم تتبرع لتعمير المراقد وإخراجها من حالة الإهمال لعشرات السنين. قسم من هالمتبرعين تسمع بأسمائهم وقسم ما راح تعرفهم إلا بساحة يوم القيامة. ومن بعد هاي المراجعة التاريخية أكيد صار عندك تصحيح تلقائي لثلاث مقولات مغلوطة: لازم العتبات تصرف الأموال على الفقراء بدل الذهب، والجواب ببساطة هذا ما يصير،
ما يصير يعني ما يجوز شرعاً، ما يجوز شرعاً يعني حرام. وأرجوك تفهم الناحية الشرعية اللي ما حد يقدر يغيرها إلا تتغير أحكام الدين. كتوضيح، أنا سلمتك مثلاً 50,000 دينار تشتري مروحة للمسجد، يعني حددت نوع السلعة اللي أريتها بفلوسي، فلو تشتري بهاي 50,000 50 سبلة بدل المروحة هم تبقى مطلوب وذمتك مبريح لأنك تصرفت خلاف الوقف الشرعي. إذا لازم كلامك يصير ويا المتبرع مو ويا جامع التبرعات. وإذا تريد تركب موجة الانتقاد مثل الآخرين وتلوم الناس ليش تنطي تبرعاتها للعتبات بدل الفقراء، فهاي شلون عرفتها وش دراك ما منطيل للفقير؟ الله وحده يدري بالأعمال. المقولة الثانية، المراقد بخير وحالتها العمرانية جيدة وما تحتاج ترميم، فلازم توعون الناس تتوقف عن التبرع. والجواب هذا غير صحيح، لحد الآن ماكو عمل صيانة صار بدون داعي وبدون تضرر حقيقي، وماكو عمل توسعة إجا بدون حاجة فعلية لاستيعاب الزائرين. بدليل إذا تروح لمتحف العتبتين الحسينية أو العباسية وتشوف الشبابيك القديمة اللي بدلوها بعد السقوط، رح تشوف أثر التآكل وتحول الفضة إلى اللون الأسود، وهذا وحده منظر يثير مشاعر المحبين. المقولة الثالثة، المرجعية تنفق الأموال على العتبات بدل الفقراء. واسمح لي أقول لك من الأخير، هذه قصة خيالية وما صارت بتاريخ المرجعية الشيعية ولا مرة، ولا دفعت فلس واحد على تذهيب القباض، وخصوصاً من الحقوق الشرعية الخمس. على الرغم هذا مو حرام ولا ممنوع شرعاً، لكن أولوية المراجع دائماً إعطاء الخمس والزكاة للفقراء والمحرومين، خصوصاً وهم شايفين الناس مكفية وموفية بالتبرعات للمراقد والحمد لله. ناخذ مثال، سنة 1964 تضرر شباك العباس عليه السلام بسبب سوء تصرف بعض الجهات، والقصة معروفة ما نريد نخوض بتفاصيلها. ودخل مرجع الطائفة السيد محسن الحكيم وشاف الضريح بذيك الحالة المؤلمة، فغضب وتأسف كثيرا وأمر بجمع التبرعات لصنع شباك جديد، وتم المبلغ المطلوب بفترة قياسية، وإجت زيادات رفض استلامها وقال لأصحابها انطوها للفقراء أو لتعمير المدارس الدينية اللي تخرج علماء. واتفق السيد مع تجار إيرانيين لإنجاز العمل، وراد شاه إيران يستغل الموضوع كدعاية لصالحة، لكن السيد هدد إذا لم تتركنا ننجز العمل بعيداً عن السياسة سنلجأ لتجار مصريين. وكانت العلاقات بين الشاه وجمال عبد الناصر متوترة، فرضخ الشاه لمطلب السيد الحكيم، وبعد 52 سنة أعيد صنع شباك العباس عليه السلام مرة ثانية بزمن مرجعية السيد السيستاني. يعني مر علينا نصف قرن والحال هو نفس، المرجعية لم تصرف من الخمس ولا فلس. مثال آخر، الباب الذهبي في الحضرة العلوية المطل على الرأس الشريف، صحيح تلقون مكتوب مبارك من السيد السيستاني، لكن هل يعني هذا أنه دفع أمواله؟ أكيد لا، لأن المتبرع فعلا هو أحد المحبين. عموما أكو تفاصيل مهمة حول الخمس ومنين يجي ووين يروح، تقدرون تراجعوها بإصدار آخر لفريقنا عنوانه قصة الخمس. لحد هنا تم الجواب، الذهب مو من جيوبنا، ومن الناحية الشرعية ما يجوز التصرف به في غير جهة التبرع، وما نقدر نقول للناس ممنوع تتبرعون لأن ما حد يمتلك هكذا حق، وهاي ممارسة اجتماعية ممتدة على مستوى العالم. منو عنده سلطة على الهنود أو العراقيين أو الخليجيين أو الإيرانيين إذا متوارثين عادة التكريم والإهداء للإمام؟ فكل الاعتراضات تسقط وما يبقى لها معنى، لأنك تعترض على شيء مو يمك أساساً ولا مرتبط بوضعك الاقتصادي لا من قريب ولا من بعيد، فيصير شكلك وانت معترض مثل واحد يعترض على برج خليفة بدبي وخليفة ما ماخذ منك شيء. وعلى طاري برج خليفة، نواعدك بمعلومات أقوى بالجزء الثاني ونجاوب التساؤلات اللي بقت بنفسك، بس خلينا نشوفك يا ذهب، ونشوف اللايك الذهب والتعليق الذهب والاشتراك الذهب، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من قصة الذهب.